خلينا أخذكم مشاهدين على الموضوع تاني. حنتكلم عن المبادرات والفعاليات أكيد ما تتوقف في إكسبو 2020، واليوم تركز على أسبوع المعرفة والتعلم، موضوع يهم كل أحد خاصة الأمهات والطلاب. انطلقت فعاليات هذا الأسبوع في إكسبو بالشراكة مع مؤسسة دبي العطاء وبالتزامن مع مؤتمر ريورد إكس الافتراضي. يشكل هذا الأسبوع فرصة للاستماع للطلاب والأكاديميين والمبتكرين وصناع القرار بشأن مستقبل التعليم والعمل، وفرصة لمعرفة المزيد عن التقدم والإنجازات والتحول الجذري الإيجابي اللي وصلنا له في هذا المجال خلال الفترة الماضية. نستقبل معنا لانا عبد الحميد، مدير أول برنامج الإنسان وكوكب الأرض، ويسعد صباحك. مرحبا، صباح الخير. صباح الورد. لانا، إيش هي أبرز أهداف أسبوع المعرفة والتعلم؟ يهدف أسبوع المعرفة والتعلم إلى توفير منصة تضم قادة الفكر وصناع التغيير والجمهور الأوسع من الطلاب والكوادر في مجال التعليم لتبادل التجارب والآراء والفكر عن مستقبل التعلم والعمل نحو التعليم الشامل في ظل عالم متغير. يشمل الأسبوع عدة فعاليات، من أبرزها كما ذكرتي قمة ريوايرد للتعليم اللي أقامت 12 ل14 ديسمبر، إلى جانب عدة من الفعاليات من ناحية المجلس العالمي وورش العمل عن التعليم التجريبي، بالإضافة إلى منتدى الأعمال بشأن تسخير وتعزيز المعرفة من أجل التهيئ بصورة أفضل للمستقبل. ورش العمل اللي ذكرتيها، من هم أبرز المتحدثين خلال هذا الأسبوع؟ من أبرز المتحدثين اللي حيشاركونا في الأسبوع، سواء من خلال الحضور شخصيا أو عن بعد، معالي جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي. وكما شاركنا فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، ومعالي ماروخا غورداي وزيرة التعليم في بنما. وأيضا حنستضيف وسافينا حسين، ناشطة اجتماعية ومؤسسة جمعية تعلم الفتيات، وهي جمعية غير ربحية في الهند. وإيش هي الموضوعات أو المناقشات اللي حتصير لنا واللي ممكن أنه يستمع لها الأهل والطلاب كمان؟ أكيد، من ثلاثة المحاور الرئيسية اللي الملحة في قطاع التعليم العالمي اللي تناولها قمة التعليم بالذات، هي الشباب والمهارات ومستقبل العمل والتعليم والابتكار في التعليم وتمويل التعلم. من أطر المناقشات الأخرى أيضاً اللي رح نتناولها خلال الأسبوع هي: ماذا لو تعلمنا؟ كيف نتعلم بشكل مختلف؟ وكيف نضمن وصول نظامنا التعليمي للنساء والفتيات؟ في عنا أيضا سلسلة منح الابتكار المؤثر في إكسبو خلال فترة الأسبوع، واللي حتقام في تمام الساعة 4 بتوقيت الإمارات، واللي حتتدار في جناح مبدعين في الخير من إكسبو لايف. وطبعا يمكن التسجيل والمشاركة ومشاهدة هذه الفعاليات كلها عبر موقع إكسبو. أعتقد خلال السنتين اللي فاتت التعليم كثير تغير، كان أونلاين، وهذا الأونلاين ما أعرف إذا كان يعني ليه إيجابياته وليه سلبياته، لكن ما بعد كورونا لانا لو نقول إيش هو مستقبل التعليم؟ مستقبل التعليم هو التعليم الشامل والعادل اللي يقدر يواكب التغييرات الحاصلة ويصب في اتجاه تعزيز السبل اللازمة لتجهيز الشباب للنجاح في القرن 21. شكرا لك لانا، كنت معنا اليوم عبر زوم من إكسبو 2020، وان شاء الله يعني هذه دعوه لجميع الاهالي والطلاب انهم يكونوا موجودين في هذا الاسبوع.